ايديك. ورجعنا لكم مره تانية مشاهدينا، وما زلنا معاكم في لايف كلينك ومكملين. وموضوعنا بقى الفقره التانية اللي معانا، زي ما قلنا في بدايه الحلقه، اليوم بنتكلم عن السمنه الموضعيه والسمنه الوراثيه. ايه رايكم النهارده بقى نركز اكتر عن السمنه الوراثيه؟ وانا عارفه ان اكتر المناطق شكوى من السيدات والفتيات هي منطقه الارداف، وكمان منطقه خلينا في الارداف. الاول ارحب بضيف الموجود معايا الدكتور عماد عبد الله الظاهر، اخصائي العلاج الطبيعي علاج السمنه وعضو الجمعيه المصريه للسمنه. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا حضرتك. زي حضرتك. اهلا وسهلا حضرتك. طبعا احنا دايما ويمكن اكثر الكلام هيبقى عشان احنا خلاص داخلين فصل الصيف. تمام. ففجاه بنحس احنا كلنا، مش بس يعني فئه معينه، ان في اللي زايده 5 كيلو، في اللي زايده 10 كيلو. تمام. وطول الشتاء بناكل واللبس بيبقى مش مبين الجسم قد ايه تخن يعني. تمام. فبس في سمنه صعبه قوي وبيقولوا عليها يعني دمها تقيل، مهما الست عملت دايت ومهما راحت لدكاتره ويعني خدت الاراده فعلا وعامله كل اللي عليها، المنطقه دي ما بتنزلش مهما عملت. فهل الوراثه دي، هل الجينات الوراثيه في المناطق دي عمرها ما بتنزل ولا ليها حلول اخرى؟ تمام. انا في البدايه بس احب احيي حضرتك واحيي الاعداد على اختيار الموضوع. ربنا احنا مع يعني مع دخول فصل الصيف بيكون طبعا الملابس بنبدا نخففها، نبدا البالتو بيتقلع، الجاكيت بيتقلع. أيوة. فنوعا ما تبدا البروزات او الدفوهات الموجوده في الجسم تبدا تظهر اكتر، فده بيكون مدعاه ان احنا نهتم بالموضوع ده اكتر، خصوصا السمنه الموضعيه. نعم. السمنه الموضعيه في الاول لو حابين نعرف ايه هي السمنه الموضعيه، هو وجود زيادات او بروزات او مناطق غير نمطيه في اماكن معينه في الجسم. نعم. بحيث ان هي تطلع تكون موجوده في صوره ديفو او حاجه غير نمطيه او غير معتاده للشكل العادي بتاع الجسم. ايوه. تمام. لو جينا نتكلم عليها من حيث الشق الوراثي، احنا دايما بنشبه الشق الوراثي في الانسان بتشبيه جميل جدا كده، ان احنا بنشبهه بالظبط زي الطبانجه او البندقيه لما بنعمرها. فالشق الوراثي هي بندقيه متعمره. نعم. ولكن الانسان هو اللي بيدوس على الزناد، هو اللي بيطلع الطلقه ولا لا، فهو ده اللي بيسبب له الزياده في الوزن اذا كان في عامل وراثي موجود. الهابت او العادات بتاعه الاكل او العادات الغذائيه او عادات الحياه عموما هي اللي بتبدا زي ما قلنا كده بتدوس على الزناد، او ان هي تطلع الطلقه في صوره الديفو او صوره السمنه بمختلف اشكالها. كمان احنا طبعا اكيد علينا عامل، وكمان بيوت الازياء العالميه، هقول لحضرتك بس بناخد التليفون ده، ليها عامل كبير. الو يا داليا. الو. ايوه معاكوا داليا. ازيك يا داليا؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ تمام. اتفضلي يا داليا. كنت عايزه اسال الدكتور، انا لما ببقى بره في الشارع ببقى محتاره، يعني ساعات بجيب لابني حاجات من بره، مثلا بطاطس محمره او فشار او كده، فكنت عايزه اعرف مين اخف ضرر، الفشار ولا البطاطس المحمره؟ هي طبعا انا عارفه في النادي ما فيش حاجه بياكلوها غير البطاطس المحمره والحاجات دي والفشار. طيب افيد اديله فشار ولا بطاطس محمره؟ بضطر بصراحه بيبقى جعان، بجيب له حاجات من بره. طب وانت تمام؟ سمنه تمام وكل حاجه الحمد لله؟ لا 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 انا كويسه الحمد لله. طيب الحمد لله، ميرسي على تليفونك يا داليا. هي فعلا بتبقى حيره يعني. طبعا اختيار الاكل المناسب في الظروف اللي احنا نكون خارج البيت. ايوه. هو طبعا بالنسبه للسؤال ان الفشار طبعا بيكون اخف بكتير جدا من البطاطس، بس في ملحوظه مهمه قوي بالنسبه للفشار، ان يكون الملح بتاعه خفيف. الفشار بالنسبه لنا هي ماده مالئه او طعام مالئ، بيملى المعده شويه. بيملى المعده وخلاص بالزبط. بس مش مضر يعني. لا مش مضر، السعرات بتاعته خفيفه، ولكن الراي كويس قوي موضوع الملح ده، لان زياده الملح بتحبس ميه في الجسم. نعم. فبخلاف سمنه الدهون او سمنه زياده في يعني الوزن يتخن دهون. بس مش دهون، يتخن بالزبط. احتباس في الميه نتيجه في الاملاح الزايده الموجوده في الفشار. طيب احنا كنا بنتكلم عن بيوت الازياء العالميه، يعني انا عايز اقول بجد ان هي ساهمت بالسلبي علينا. تمام. ليه؟ لان احنا مثلا الاول كانت مثلا الست اللي فيها ديفو معين بتقدر تداريه بطريقه لبس معين. طيب. يعني مثلا زمان اخترعوا المقلم والمخطط، يعني بالعرض يعني وبالطول بالزبط. وفي البوينتي اللي هي النقط، فبقينا كنا زمان نسمع ان التخينه ما تلبس مثلا اللي هو بالعرض واللي رفيعه ما تلبس بالطول. كان عندنا شويه طقوس كده وشويه معلومات يعني. تمام. في الازياء بنقدر نداري فيها الديفوهات، لكن مع ظهور اللو ويست في البنطلونات وظهور البنطلونات الاسترتش الغريبه اللي لازم يبقى وسطها واقع. تمام. وحتى للولاد يعني، حتى شبابنا دلوقتي في سن المراهقه تلاقي البنطلون واقع خالص منه، فبتدي بيبرز عنده مناطق معينه، تلاقي الولد في سن المراهقه جسمه مكلكع ما تبقاش فاهم هو السمنه دي جايه له منين. طيب.
فطريقه اللبس برضو ليها عامل، يعني بيقال برضو كان من الدكتور زميل ان بتعمل حفره في الوسط وان بتعمل ديفوهات حوالين منطقه الخصر. تمام. هو احنا الدهون الغير نمطيه دي لو جينا نتكلم عن اسبابها، هو طبعا اللبس ممكن يكون له دور شويه بحيث ان اللبس الاسترتشد او الشديد شويه او الماسك قوي على الجسم دوت بيأثر على الدورة الدموية الموجودة في المكان، بيبدأ يأثر على تشكيلات الجلد نفسها وخلايا الكولاجين الموجودة في الجلد وخلايا الدهون اللي موجودة في الجلد، بيظهر معاه كتير قوي ستريتش مارك، ممكن يظهر معاه ندبات في الجلد في المناطق بتاعتها، يظهر في بعض السيدات ممكن او في بعض الرجال كمان المناطق الأسمات الموجودة في البطن، يظهر أسمة في البطن، أسمة او اتنين. أيوة. دي بتختلف على حسب بطن كل واحد او حسب كميات الدهون الموجوده. ممكن الشكوى الاخيره للسنين اللي فاتت دي اللي هي من ساعه ما طلعت الموضه دي وهي مشكله البطن، اكيد حضرتك ملاحظ ده. هو انا اقول لحضرتك حاجه، هو سبب الدهون الغير نمطيه عموما السبب الرئيسي فيها هي انواع الدهون اللي احنا بنستخدمها، اكل الغير صحي. بالظبط، هي وتحديدا نوع الدهون. يعني احنا بخلاف السنين اللي قبل كده، حتى ايفن حتى لو كان الهدوم او الملابس ما كانتش بنفس الطريقه زي دلوقتي، ولكن ما كانش في الديفوهات دي بتظهر، يعني ما كانش في الانفراسكابر او المناطق اللي هي تحت منطقه عظمه اللوح بتاعه الكتف الظهر من ورا. أيوه. دي بقت منتشره جدا الفتره دي. أيوه. مناطق الاجنب الخلفيه، الجنب من المنطقه الخلفيه، بعض مناطق البطن، بخلاف كده كمان ان حتى لو في بطن او في بروزات بتكون غير مش متساويه، البطن نفسها مش متساويه، منطقه عاليه منطقه واطيه. بالظبط. يعني فالسبب الرئيسي في الكلام ده هو نوع الدهون اللي احنا بنستخدمه، يعني الدهون القديمه في السنين اللي قبل كده اللي كان مع الاجداد او الاباء كان دهون طبعا طبيعيه اكتر من انها مصنعه، مع ان كانت سمنه بلدي اصلي غير كمان الموجوده دلوقتي، بس كانوا بياكلوا بشكل صحي، بيصحوا بدري، وجباتهم منتظمه. تمام. لكن ناخد تليفون. تمام. من الشرقيه. الو. الو. ايوه. مساء الخير. مساء النور. مين معانا يا ياسمين؟ ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي دعاء. دعاء، ازيك يا دعاء؟ اتفضلي يا دعاء. اتفضلي. الحمد لله. اتفضلي. انا جسمي كويس جدا بس انا عندي بطني، مع عايز اسال البطني يعني ممكن تاثر على منع الحمل او قله الحمل؟ انا متجوزه بقالي سنه. ايوه. ومش حصل حمل ورحت الدكتوره ما فيش اي اسباب لمنع الحمل، بس هي قالت لي حاولي تعملي دايت عشان بطنك بس. طب انت يعني اوفر ويت قد ايه يا دعاء؟ يعني مش زايده، يعني مش زايده قوي، ضيقه يعني 5 سنتي يعني عن الطبيعي يعني. الوزن طول كام يا دعاء؟ جسمي طبيعي، جسمي كويس بس. طب وزنك وطولك في العموم كام؟ انا طولي 160. والوزن؟ والوزن 70. والوزن 70؟ 70. 70 بس برضو انت زياده كم شويه. سنة؟ يا دعاء كم سنه يا دعاء؟ نعم. كم سنه؟ كم سنه؟ سنك كم سنه؟ 20 سنة. 20 سنه. طيب شكرا. طيب على تليفونك. طيب. يا دعاء خليكي معانا واسمعينا. هو بالنسبه للسنة يعني هي لو 160 ووزنها 70 دي اوفر ويت برضو. اوفر ويت. اوفر ويت 10 كيلو او يعني، بس هي برضو احنا يفضل ان احنا بنعمل تحليل دهون بجهاز قياس الدهون بحيث نعرف هل الزياده في الوزن، هل هي دهون فعلا، هل هي عضلات، هل هي ميه، وهل في كتله عضلات وعظم موجوده اصلا في الجسم ولا لا. وبالتالي نبدا نحدد هل في نسبه دهون زايده ولا لا. هو الحقيقه ان في علاقه يعني وثيقه جدا ما بين دهون البطن وبين فرص الانجاب وفرص الحمل وانتظام الدوره الشهريه عند السيدات. هي دهون البطن يعني عموما تحديدا يعني على وجه التحديد دهون البطن تحديدا. لان لها علاقه بالهرمونات بتاعه السيدات عموما ولها علاقه بفرص الانجاب. في عندنا حاجه اسمها هايبوثالاميك بيتويتري اوفيريان اكس، دي حاجه بتكون مرتبطه بجزء في المخ اسمه الهايبوثالاموس. الجزء ده ليه تاثير مهم جدا وليه كنترول على مراكز كثيره جدا في الجسم، بالاضافه للعناصر الموجوده في الرحم بتاع السيده وعلاقه الاثنين دول بالسمنه. كل ما السمنه زادت كل ما كان في تاثير على الهرمونات اللي بتفرزها اللي بيفرزها الرحم وعلى الهرمونات المنظمه اللي بيفرزها الهايبوثالاموس او الاشارات المخيه اللي الهايبوثالاموس بتفرزها او خلايا المخ اللي بتفرزها، فبيكون عندنا في عدم انتظام في الهرمونات كلها، ودي بتاثر على فرص الانجاب، تخلي فرص الانجاب صعبه جدا. وبعد مرحله اذا الحاجات دي ما اتعالجتش ما اتلحقتش كويس بيبدا يظهر للسيدات اعراض مش كويسه في صوره تكيسات على المبايض. يبدا بظهور حلقه بنلف فيها تكيسات بتؤدي الى سمنه والسمنه بتؤدي الى تكيسات، فهي قصه. ويبدا يزيد الموضوع باعراض يعني مش محبذه، ظهور شعر في مناطق زي منطقه الوجه. هي. يبدا يتزايد جدا عن بعض السيدات، بعض الهالات الموجودة حوالين الرقبة، تغير حتى في مستوى الصوت نفسه. نعم. لأن بيكون في اختلال في هرمونات الأنوثة عند السيدة.
طيب لو احنا عايزين نتعامل مع السمنه الموضعيه دي يا دكتور، تمام، يعني هل نتعامل معاها يعني ودي ولا لازم يبقى في جراحه؟ هقول لحضرتك حاجه، هو احنا مش كل انواع السمنه بتحتاج تدخل، ومش كلها ممكن تنزل بالدايت. نعم. في بعض المناطق المعينه بيكون نزولها صعب شويه، خصوصا بعض الافراد اللي جرب قبل كده الرجيم ونزل في الوزن، لكن في مناطق معينه ما نزلتش، فهو برضو الرجيم مش هينزلها ومش هيقدر يتغلب عليها. لان احنا زي ما احنا كنا بنتكلم، نمط الغذاء نفسه، الدهون اللي احنا بنستخدمها، الدهون دي مش طبيعيه او مش في الصوره الحقيقيه اللي الجسم يقدر يتعرف عليها. لان الجسم لما يفرز انزيمات او هرمونات تبدا تتعامل مع الدهون، فهو متعرف على الشكل الطبيعي للدهون، لكن الدهون المصنعه التركيبه نفسها او التوزيع بتاع ذرات الكربون فيها بتكون مختلفه، فالجسم ما بيبداش يتعرف عليها ويبدا يخزنها، بس مش قادر يعمل لها هضم او تمثيل. يعني انا اعتقد انه بيفضل يحارب فيها طول الوقت. بالظبط، بتكون حاجه مشفره بالنسبه له، مش قادر يفهمها. بس خلينا نبدا تتخزن. يا دكتور بعد اذنك. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. انا اسمي بسمه. نعم. انا اسمي بسمه. ايوه يا بسمه، اتفضلي. انا عندي زياده في الوزن، معلش. لا مش معلش ليه، ده احنا واجبنا نسمعك ونرد عليكي. اتفضلي. ماشي. انا وزني 170. طولك 170. ووزني 85. وزنك 85. طيب تمام. وليه جناب، مش عارفه انزلها. جناب. جناب 85. تمام. هي اكتر مشكله بتعاني منها يا بسمه الارداف ولا الجناب؟ الارداف وجنابي والدراعات. والدراعات. طب عملتي دايت كتير ووصلتي لمرحله ان انت مش عارفه تنزليه؟ كنت اشرب ميه سخنه وكنت اشرب اعشاب وكنت باخد رد قبل الاكل، عملت حاجات كتير. بس خلي بالك ان في ناس في مدارس في الدكاتره بيقولوا ان الاعشاب دي احيانا بتحبس الميه جوه الجسم، العكس يعني ما بتطردش، ولا ايه رايك يا دكتور؟ في بعض الاعشاب، طبعا في بعض الاعشاب المدره للميه او اللي هي بتساعد على طرح الميه من الجسم، في بعض الاعشاب معينه ممكن تحبس ميه في الجسم. طيب بس ما حابه تقولي حاجه ثانيه؟ شكرا يا بسم. طيب هي بالنسبه للسؤال، هو موضوع الحلقه يعني بالزبط. هي برضو جات لنا تو ذا بوينت، يعني الارداف. طيب هو بالنسبه للارداف او الدراعات او الاجناب او دي مناطق غالبا بيكون الشكوى منها، بالاضافه طبعا منطقه البطن. المناطق دي كلها بقى افضل حاجه او احسن تعامل معاها دلوقتي هي التقنيات بتاعت حاجات زي الكافيتيشن او الموجات فوق الصوتيه المكثفه. الموجات دي بتتميز عن حاجات كتيره قوي كانت موجوده قبل كده. موجات فوق الصوتيه المكثفه. دي بخلاف حاجات زي الار اف او راديو فريكوانسي او التردد الحراري او حتى الكولد ليزر او اللي هو الليزر البارد او حتى الموجات الصوتيه العاديه اللي كانت بتستخدم قبل كده. الحاجات التانيه دي كلها مثلا زي الكولد ليزر او الكلام ده، الكولد ريزر بيعمل زي ثقب الخلايا الدهنيه، فبتبدا الخليه نفسها يحصل لها شرينكج او لا شرينكج او يعني بتنكمش، ويبدا المحتوى بتاعها تخرج بره، سواء المواد الدهنيه نفسها تخرج منها زي كيس مثلا وعملنا له فيه ثقب. بالظبط. فبيبدا بيبدا يخرج منه السائل بتاعه، ولكن الخليه بتفضل زي ما هي. الجديد في التقنيه بتاعت الكافيتيشن او الموجات فوق الصوتيه المكثفه ان هي بتعمل تكسير الخليه الدهنيه نفسها، والاكثر من كده بتعمل لها تحلل، ان هي بتبدا تتحلل المكونات الاوليه بتاعتها. يعني معنى كده ان الخليه ما بترجعش تاني وان هي بتنتهي تماما. والانسان ما دام بقى ادلت انف او ان هو وصل للماتيورتي او ان هو سن البلوغ او اكتمال النمو بالنسبه له، بيكمل بقيه حياته بنفس عدد الخلايا الدهنيه الموجود. نعم. طيب ده معنى كده ان احنا لو موتنا خلايا دهنيه، معنى كده ان الخلايا دي مفيش اي فرصه للرجوع تاني، الخليه نفسها بتموت ما بترجعش تاني يعني اطلاقا. بس ممكن ترجع في مكان تاني. لا خالص. قبل ما نعرف الرد برضو ناخد داليا. طيب. الو. الو. ايوه. لو سمحت كنت عايزه اسال عن ايه سبب ان تكيسات المبيض بتسبب سمنه، يعني ليه السبب، ايه السبب؟ لان انا بنت عمي عندها تكيسات، فكنت عايزه اعرف ايه السبب. طيب شكرا يا داليا، انت كنت معانا الفقره اللي فاتت صح؟ طيب انا مبسوطه انت متابعينا، شكرا يا داليا. هو ممكن حضرتك لو عايز ترفع حق الفيديو وتقولي ده تخصص امراض نساء. لا احنا جاوبنا على السؤال، احنا يعني جاوبنا على السؤال لما شرحنا، قلنا ان في حاجه اسمها هايبوثالاميك بيتويتري اوفيريان اكس. الهايبوثالاموس ده مكان موجود في المخ او كنترول من المخ او من العقل فوق، ده الهاير كنترول او التحكم الاساسي عن طريق المخ بيكون في المركز ده. الحاجه الثانيه بيكون هو في الغده الجنسيه عند المراه وهي الرحم، بتبدا الاثنين دول بيعملوا حاجه اسمها هايبوثالاميك بيتويتري اوفيريان اكس مع بعض. ثلاث نقط عندنا بيبداوا يتحكموا مع بعض، بيفرزوا مع بعض افرازات معينه وهرمونات معينه. السمنه بتكون عنصر اساسي ومتداخل في الاكس دوت او في المنظومه دي. يعني بيتحدوا مع بعض؟ لا، هم الثلاثه شغالين في منظومه واحده. تمام. يعني واحد اثنين ثلاثه اربعه،
لو في عندنا زياده في السمنه بيكون في زياده في هرمونات معينه ونقص في هرمونات ثانيه وخلل في الجزء الرابع من المنظومه، فيبدا المنظومه كلها تختل. لو بقى عندنا السمنه بدات تتراجع بيكون في تراجع في الهرمونات الزايده، وبيكون في زياده في الهرمونات الناقصه، وبيكون في اتزان في الخلل الموجود، يبدا الجسم ينتظم، هرموناته تنتظم، التكيسات تختفي، الاعراض اللي احنا اتكلمنا عليها سواء الشعر او العلامات الموجوده او الصوت تبدا تختفي تماما. طب والعكس يعني بالعكس. نقدر نقول ان دي لخبطه في الهرمونات، يعني هي عايز تعرف ليه التكيسات بتزود السمنه؟ يعني لا، هو مش التكيسات اللي بتزود السمنه، ما هي بتقول كده، هو السمنه هي بتسبب التكيسات. اوكي، السمنه هي المسبب الاساسي للتكيسات. نعرفها ان مش التكيسات اللي بتعمل السمنه بالزبط. لكن السمنه هي اللي بتؤدي ان السيده يجي لها تكيسات. تمام، ولكن في نقطه برضو، يعني احنا قلنا ان السمنه هي اللي بتسبب التكيس، ولكن وجود التكيس وعدم علاجه بيساعد على زياده السمنه اكتر كمان، لان الاختلال الهرموني بيبدا يتزايد وبالتالي كل حاجه في الجسم بتختل. طيب، يعني بدل ما كان خطا بسيط بيتزايد. نرجع لعلاج المناطق دي قبل ما الوقت يداهمنا. تمام، احنا قلنا خلاص اللي هو الموجات الصوتيه المكثفه، الموجات الصوتيه المكثفه. أيوة، احنا كنا بس حابين نوضح ان احنا سي لو انا بتكلم عن منطقه زي البطن، بدل ما احنا عدينا مرحله النمو الكامل، انا لو في بطني 1000 خليه دهنيه فانا هكمل بقيه عمري بال1000 خليه دهنيه الموجوده. أوكي. تمام، فلو انا صورت الخلايا الدهنيه بالكوره او البالون، فانا الكافيتيشن خلال الجلسات اللي احنا بنعملها بنكسر من 40 ل 50% من الخلايا دي او من البالون الموجود دوت. تمام، فانا علشان ال 50% او ال 50 بالون اللي موجود بدل ما كانوا 100 يدي نفس الشكل، محتاج ان ال 50 بالون يتنفخوا قد ما كان 100 منفوخين، فدي حاجه في نظريه الاحتمالات صعبه قوي او شبه مستحيله. فده معنى الكلام ان المنطقه ما دام الخلايا فيها اتكسرت ان هي غير قابله للرجوع، ان الدهون غير قابله للرجوع في المنطقه دي، لان الخلايا نفسها انتهت. اللي ممكن يحصل هو بعض الزياده في حجم الخلايا. نعم، ولكن مهما تزايد الحجم بتاع الخلايا عمره ما هيوصل للشكل القديم. يعني يوم ما يزيد ممكن يزيد من 5 ل 10% من الشكل القديم. فده شيء يعني كويس جدا، بخلاف الكلام اللي بيتقال طب السمنه هتتنقل في مناطق ثانيه. انا اصلا الدهون انا اوريدي شلتها من الجسم، فهي مش هتروح في مكان ثاني. يعني ساعات الدهون بتجري تدور على مكان ثاني برضو تتراكم فيه، يعني انا سحبتها من البطن فبتروح عند الارداف، سحبتها من الارداف بتروح عند الذراعات. هو دي معلومه مش مظبوطه، اللي احنا قلنا ان الجسم الانسان ما دام عدى مرحله البلوغ او مرحله النمو الكامل فبيكمل بقيه مرحله العمر بتاعه بنفس عدد الخلايا الدهنيه. يعني انا عندي 1000 خليه في البطن، عندي 1000 خليه في الفخذ، عندي 1000 خليه في الدراع، فانا هكمل بيهم بقيه العمر. فلما انا اشتغل زي السؤال اللي كان موجود دلوقتي على مناطق زي البطن، زي الاجناب، زي الدراعات، لو انا اشتغلت على الاماكن دي فمفيش فرصه خالص لرجوعها. النزول بيكون سريع جدا بمعدل من 3 ل 5 سم تقريبا. أنا معاك في خلال هو بس الموضوع كبير ومحتاج حلقات، بس احنا حبينا النهارده ننوه بس عن سمنه الارداف والجينات الوراثيه. دكتور عماد بشكر حضرتك جدا، نورتنا النهارده في لايف كلينك، وان شاء الله يبقى لينا لقاءات عديده ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا كانت دي حلقتنا النهارده، اتكلمنا عن الغده النكافيه واتكلمنا عن الاذن الوسطى واعراضها وازاي نقدر نعالج اطفالنا وناخد بالنا منهم ازاي. لو خلي بالكم كمان انا بقول لكم نصيحه، اليومين دول منتشره جدا لان الجو مش لطيف والجو فيه تراب وعواصف والجو كله تلوث، فناخد بالنا جدا من اطفالنا وخصوصا الصغيرين زي ما الدكتور قال، وان شاء الله يقوموا على خير وحتى العينين يقومونا بالسلامه ان شاء الله. وزي ما اتكلمنا عن السمنه الموضوعيه وهنفضل نتكلم عن السمنه الوراثيه والسمنه الموضوعيه وهنقتلها بحثا وحديثا لغايه ما نوصل في مصر ان نسبه السمنه تقل خالص ونبقى اقل نسبه في العالم ان شاء الله. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله، وبكره يوم الاربعاء ميعادنا مع الدكتور اشرف قورة، طبعا زي ما انتم عارفين نجم النحافه والرشاقه. ميعادنا بكره، حضروا اسئلتكم وحضروا كل استفساراتكم، بكره ان شاء الله معاكم لايف كلينك ودكتور اشرف قورة، اشوفكم على خير. شكرا.